Thanksgiving. I'm the Puro. And then I have a game in different Lafayette, Texas, Seattle, Utah, California. And then you guys are warning. And then to meet Saga and I'm the end of the game, I'm in the Napsi Gifitah. So, inshallah, to the center, the Puranam Naja, I'm going to send inshallah the Yasu Hartel. Stop with inshallah. Okay. أول حاجة السلام عليكم. بشكر أخونا خالد لهذه الفرصة. بداية الواحد سعيد لهذه الفرصة زي ما قلنا. طبعا حيكون لنا دورة هنا في ولايتنا ولاية أريزونا وحيشمل 7 ولايات وده حدث كبير بالنسبة لنا كجالية السودانية في أريزونا. والحدث ده بالنسبة لنا يعني يمكن بيعاني حاجات كثيرة لأنه بتلم الناس خاصة باللي بنمر بيها في السودان. وكمان بنقول يعني إنه الله يرحم ويتقبل كل الشهداء اللي في السودان والله يتقبل يدي الصبر للأسر اللي بيمروا بيها حسن. نرجع لموضوع الدورة. الدورة زي ما قلت بيكون فيها 8 ولايات مختلفة كلهم ويلكم لولاية أريزونا ودورة سودانية خالص لكل الجالية السودانية. الهدف منا إنه نحن دايرين يعني نزرع الروح السوداني الحضارة السودانية في نفوس الأطفال اللي تولدوا برا السودان
نوري منه ان احنا يعني مهما جينا وعيشنا برا لكن احنا فاضلين سودانيين وحنفضل سودانيين. فده من الاهداف الاساسيه انه يكون في ترابط بين الاسر وبين الجاليات السودانيه وبين الناس ذاتها هنا في الولايات المتحده. الجانب الثاني طبعا يعني انا كمدرب لفريق اريزونا مركزين طبعا يعني الجيل الجديد يعني الشباب القائمين عشان نزرع فيهم الروح بتاعت التنافس، لانه هي كوره كده يعني بتجي فتره بتسلم للزول اللي بعديك والزول اللي بعديك، بس هي كوره كده تعلمناها كده يعني. فما عندنا كثير زي ما قلت انا يعني، بس هنا يعني في تم استعداد والناس مستعده وفرحانه للحفل وللحدث الكبير دوت، وبنتمنى انه يعني كل حاجه يتم زي ما احنا متوقعينها بمساعده الجاليه السودانيه اللي هنا والاتحاد السوداني برضو ما قصر ليهم الدور الكبير المساهمه الكبير. وبنتمنى انه زي ما قلنا انه الجاليه السودانيه استمتع ويعيش ايام حلوه وسعيده لهذه المناسبه. الشيء المستقبلي زي ما ذكرت انا قبل، الشيء المستقبلي انه الدوره دي ما دارين نعملها مثلا يعني تكون بس الليله ولا بكره ولا السنه دي، لا هنركز ان شاء الله حيكون كل سنه يكون يعني حاجه بتلم الناس كل سنه، لانه يعني هنا في امريكا الظروف معروفه، الناس يعني مشغوله والناس صعب انك يعني تخلي شغلك تسافر عندك اخوك قريبك، فدي حاجه بنعملها كل سنه عشان الناس تقدر تتقابل وتشوف بعض وتزور بعض ويكون يعني في 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 نقطة لقاء بين الناس يعني. فإن شاء الله هنا دي نقطة البداية حنمسك فيها، وزي ما قلنا حنمسك فيها بمساعدة الجالية والناس وحنعملها كل سنة، هيكون دي البداية. فربنا يوفقنا إن شاء الله عشان يكون دي الحاجة النقطة اللي بتلمنا، لأنه أحلى ما أجمل وما أحلى إنه يكونوا في أخوان يعني تلم، فده هدفنا يعني ان شاء الله يعني. مين فيلد كلاسز عليك يعني لسه معايا فايف اولا بنشكر اخونا خالد على اللقاء العظيم في يوم الجميل في ولايه فينيكس اريزونا. زي ما بنشوف الجو جو ربي، فانا ببدا بانه اقول لكم اسمي روت جوك من ناس اللي يمكن كابتن وبرضه من الناس القديمه اللي بدوا يلعبوا هنا almost 20 سنة اللي ورا. فرأينا إنه في دور اللي نحن فيه حسيت دوري سودانية ودوري بتجمع الناس وبتجيب الـ unity اللي هي عاوزيننا في وسطنا، فنحن في غربة والغربة بيحتاج إنه الناس تتواحد وتبقى شعب واحدة وتبقى أخوان. فده هدفنا في الدور الجاية، وحتكون الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. وايضا احنا برضه بنشجع الرويال فينا انه في شباب صغار جايين ورانا، هسه زي ما شفتوا احنا خلاص لحقنا اربعينات لكن لسه هم نجروا مع الشباب، لكن في شباب صغار جايين وعاوزين انه لهم مستقبل، يعني ده رؤيتنا الكبيره انه يتعلموا
واحلامه تتحقق يبقوا مثل بنضرب مثل بلعيبه كبار من افريقيا اللي رفعوا اسم افريقيا. فانا بشكر اخونا خالد للقاء الجميله، وان شاء الله نحن قابلين بترحيبكم وحتستمتع بمدينة فينيكس والقوة والعلاقات البينانة تستمر وتستمتع بليب كرة القدم. شكرا وجزاكم الله خير. Come on, come on.